حلو بس حلو. كدبه في اسطوره ده اول تراك. ايوه تلات حكت بس التراك ده قصته مضحكه. هو كان اللي حصل الاتي. بص كريم ينزو الشهير بكريم السيد. مساء الخير. مساء كويفي. غني عن التعريف. حبيبي برضه كينج كويفي. اسم ينزو جه ازاي؟ بص يا باشا اسم ينزو جه ازاي؟ انا كنت الاول براب تحت اسم تاني اللي هو سافيج اكس. بعد مده قعدت وانا شغال بالاسم ده لقيت ان هو مش ده الاسم اللي بيعبر عني 100%. يعني كده كده جزء بس مش عايز احط نفسي في الجزء ده. فكنت ساعتها انا برضو مسحول في العربيات وانا بحب فراري قوي. فالمان اللي عمل بقى فراري اسمه انزو فراري. يا عيني جت كده بقى قعد مش عارف حصلني هنا بس حلو. فجت من هنا. طب الراب اصلا ابتدى فين يعني؟ في سنة كام مثلا؟ 15 مثلا. يعني هو بدأت اسمع مثلا في راب مصري. بدأت اسمع راب في حياتي في 2009. انت ابتديت تسمع راب مصري الاول ولا لا؟ لا لا بدأت اول حاجه كان ابويا بيسمع امينيم اللي هو ايه هات اللي انت بتسمعه ده. ايه ده ابويا والله ايه من البيت اصلا. ايوه والله في بيتها. فكان بيسمع امينيم فقلت له هات اسمع ايه ده وبتاع وقعدت اتسحلت مع مبدأ. بعد كده جيت مثلا في 2013 اكتشفت بقى اللي هو ايه ده في راب بالعربي وراب المصري كمان والناس بقى مودية. سمعت مين في الاول؟ في الاول سمعت كله اللي هو ام سي امين جوكر بتاع. بس اكتر حد اتسحلت معاه في الاول كان الجوكر. قعدت مثلا 3 سنين في دوامه الجوكر دي. بس جامد. الفكرة ان انت تبتدي تعمل راب دي جت ازاي؟ هل ابتديت بروديوسر الاول ولا ابتديت راب على طول؟ يعني كنت بكتب من قبل ما بروديوس. بس حاولت كده بروديوس زمان في 2013 مثلا 14. بس كانت لعبه اكتر يعني. كنت اللي هو كنت ساعتها كنت بسمع مهرجانات كتير وكنت عايز اعرف لو الناس دي بتعمل كده ازاي. دخلت على يوتيوب بقى لقيت ان في يا باشا لقيت بقى في اف ال ده وبتاع ولب مهرجان ازاي تعمله وكده. فاتسحلت فيها. وبعد كده رجعت تاني في 2016 بعد ما انا كنت ده كان عندك كام سنه الفتره دي؟ انا يعني كان عندي 14 كده. ان انت ده انا بادئ صغير قوي. فاللي هو جيت في 2016 بدات اعمل تراب بقى لان انا كنت اصلا بكتب مثلا من 2015. كنت عايز اعمل بقى مزيكا للكلام اللي انا بكتبه. حلو. كدبه في اسطوره ده اول تراك. ايوه تلات حكت بس التراك ده قصته مضحكه. هو كان اللي حصل الاتي. بص يا باشا تمام يلا ازق معانا اليوم ولا ماشي اليوم. بص انا كنت ساعتها بعمل بيتات وبكتب وبتاع. الاسم اصلا الاسم مصيبه. كدبه في اسطوره. كدبه لا هي كدبه. انا بسف كده بيني وبين نفسي فاهم. كنت ساعتها بكتب وببرود وكده. وكان بقالي فتره بحاول اسجل بالتليفون وكانش الموضوع جاي معايا. كنتش عارف لسه اعمله. قررت ان انا هجيب عده وانا ولا بعرف اسجل ولا بعرف امكس ولا بعرف اعمل اي حاجه. وهو الكدبه ده كان تقريبا وانا يعني انا بجرب المايك لو بجد شغلت اول بروجكت جاي قدامي. يلا جامد. سجلت اول حاجه في النوتس كانت قدامي. يلا بقى ده اول تراك ليا. نزلت جه صدفه كده. قعدت بقى لقيته ان هو لا عجبني شويه. قعدت اشتغلت عليه لحد ما خلصته ورحت منزله بقى. كانت دي البدايه يعني. طب اول تراك ده قرار ان انت تنزله وده اول حاجه انت تسجلها. خلي بالك ما كانش فيه هم ساعتها برضو ان انت تنزل حاجه بقى والناس هتسمع. الناس تركز وما تركز. ما كانش فيه اي حاجه اللي انت نزل يلا ساوند كلاود يلا يلاقيها بس. طب حلو. وبعد كده اول كليب. اول كليب فوق لا. فوق لا. وده اللي هو كسر ده اللي هو اشتغل شويه كده. دي تلف بقى. ده
بالنسبه لك الرقم ده كان مخيف وقتها؟ لا وقتها يعني ما كانش ساعتها وصل، كان ساعتها مثلا الاربعينات خمسينات مثلا. وده مثال يعني لا في وقتها، واللي هو ان انا شاب صغير لسه ببدا وبتاع، ده مثلا السادس سابع تراك ليا ولا حاجه مش فاكر بالظبط يعني، بس اللي هو كان في الاوائل. دي في سنه كام تقريبا؟ دي كانت في تقريبا 2020 بدايه الارقام ابتدت تكبر في مصر. في السين كله عامة طبعا. فخدت نبذه كده من الموضوع ساعتها بالتراك ده، بقيت تركز اكتر. بدات اللي هو لا خلاص يا جدعان الحوار بدا يبقى جد كده، بدات توسع مننا، فمحتاجين نلمها بس. فاشتغلت عليها. وانت كنت اعلام قاهره صح؟ لسه اعلام قاهره. فكره الدراسه والمزيكا ايه بالنسبه لك؟ بص الصراحه اللي كفتها مايله بصراحه دلوقتي المزيكا يعني، ممكن لحد مثلا ثانويه عامه كانت كانت الدراسه مع المزيكا كده كده، بس كانت الدراسه اكتر. جيت من اول جامعه بقى شبه خيشت مش عارف يعني، اللي هو انا ماشي فيها وكل حاجه بس تركيزي الاكتر على المزيكا يعني. طب بالنسبه لك ايه اللي بتحس نفسك بياخدك في التركيز اكتر؟ هو ان انت ان انت تعمل تراك ليك انت، او ان انت تعمل مزيكا برضو ليك انت، ايه اللي بالنسبه لك بياخد وقت اكتر؟ هقول لك بياخد وقت، بياخد منك مجهود ووقت. ماشي. يعني هي كانت مختلفه، لان انا كان في حاجات تاخد مني مجهود اكتر، حاجات تاخد مني وقت اكتر. لحد من فتره قريبه، لحد مثلا من اول السنه. زمان او مثلا طول الوقت اللي انا شغال فيه لحد اول السنه دي مثلا، كانت المزيكا اللي بتاخد وقت اكتر. عشان ده كان اللي هو الكومفورت زون بتاعي بقى، اللي هو بقعد بروديوس بقى وبتاع واعمل بيتين ثلاثه بقى في اليوم والجو ده. حلو. وكانت الكتابه بتاخد مني مجهود اكتر. ان انا لا عادي يعني، اللي هو بكتب بسرعه وكل حاجه، بس كنت اللي هو تاخد تركيز كده، تحس ان انا ببرد اللي هو اوتو بايلوت كده عادي. في ناس برضو من منطقتك بحس ان هي بتركز يعني، بيركزوا في نفس المنطقه اللي هي ان انتوا بتبرزنت المنطقه بتاعتك دي، زي موسكو ورفيق. هل الناس دي عرفتها بعد المزيكا، ولا انتوا اوريدي كنتوا بتعرفوا بعض من نفس المنطقه؟ لا الصراحه عرفتهم بعد المزيكا، بس اللي هو يعني علاقتي بيهم اللي هو لا اخواتي يعني. طب في إيه؟ جزء المزيكا ده جزء صغير كده، واخواتي في الحياه. ايه النقاط اللي انتوا مثلا اتقابلتوا فيها؟ انت ورفيق موسكو اول مره كان واحد صاحبي كان قاعد على القهوه اللي احنا بنقعد عليها، وكلمني كده انزل له على القهوه. فانا اللي هو قشطه فاهم، لبست ونزلت كده وما قاليش انه قاعد مع حد. فنزلت لقيته قاعد هو ويوجي صاحبنا وموسكو، واللي هو اتعرفت عليه بقى يومها، كان اول مره قاعد معاه وبتاع، وكان محترم قوي يعني. الالبوم الاي بي مش اللي هو نازل دلوقتي، الاي بي اللي قبل منه على ما اظن، فكره ان انت تنزل اي بي في الوقت ده اللي انت لسه بادي تظهر، ولسه ابتدي اسمك يظهر اكتر، فكره اي بي مش حاسس ان هي كانت ريسك في الفتره دي ولا؟ هي انا دايما كان عندي التفكير ده يعني انا مثلا عملت البوم حلو وخلصته، وبعد كده اللي هو لا مش هنزله، عشان حسيت ان هو لا هو ده اللي انا هنزله دلوقتي ولا لا. بعد كده عملت الاي بي ده، وانا بعمله كنت بمر بفتره الشك دي، وكنت عامل معاه اصلا اتنين تانيين يعني، كانوا تلاتة يعني، كان على ما اظن واتنين كمان، الاتنين دول خلاص برضو زي الالبوم كنسلوا على ما اظن. كان بحس انه بعد كل مدة اللي هو لا يعني على طول بتغير يعني، مؤخرا سبت على حاجة اللي هو ده انزو، انما دايما ببقى اللي هو بتسحل في حاجة، فبحس ان ده انا فبودي فيها، بعد كده برجع اللي هو بص من بره اللي هو هي جامدة وكل حاجة، بس لا في حاجة تانية. فده اللي كان بيخلينا كانسل بروجكتات على بس طول. مش حاسس ان كده ان انت هتبقى في نفس الوقت بتحرق في نفس الانرجي، وانت بتضيع مثلا في تراكات كتير بتاخد منك انرجي وانت بترميها؟ بس لا ما بحسهاش خسرانه، بحس ان هو لو عملته في الاخر وانت اتعلمت منه حاجه. ليه ده انت بتبص من وجهه نظرك انت على فكره، ممكن تنزل والناس كتير قوي يعجبها. بس هقول لك هي على فكره ممكن انت رامي هتاي. ايوه بالظبط.
بس انا اللي هو عارف طول ما انا مش راضي عنها اخاف اصلا ان هي تضرب، يعني اخاف ان هي تنزل وتضرب فالناس تبقى مستنيه ده مني وانا عارف ان ده مش انا، فاهم قصدي؟ فعشان كده انا كنت دايما ببقى مقلق في حوار البروجكتس ده. بس مؤخرا اللي هو ما يعني قفشت كده زي اللي هو سوليد جراوند كده اقف عليه اللي هو ده انزو، فاهم؟ رأس مال. المرحلة دي يعني نسبة، لو أقول لك اديني نسبة مئوية بنسبة كام رأس مال كانت نيك ستيب كبيرة بالنسبة لك؟ نفس أكبر ستيب عملتها يعني. هي ما كانتش ستيب يعني، هي حاجة حصلت مع نفسها كده. إن إحنا كنا لا عليك معلش ولا زيرو في المية، معلش زيرو في المية تمام. ستيب سيئة ورأس مال تحت الراجل قال لك معروفة يعني رأس مال شان جادل فاهم؟ لايت الكلام ده رأس مال فين يا عفو تحت 1.5% 1.5% يا عم في ايه العنف ده في لا من الحب، هو الحب بيولد المشاعر. حول ولا قوة الا بالله. كده هي كده يا عم ما تحترمني بقى، جالك من تونس. تمام خلينا نخلص مش مشكلة يا عم. ازاي ابتدت علاقتك بمروان موسى؟ اقول بص يعني انا من 2016 مثلا بدأت اكتشف اللي هو تايب الراب التاني ده بقى اللي هو قشطة في ناس ممكن تتكلم عن نفسها مش شرط تراكب عن موضوع. فكان من الناس دي بقى ساعتها مروان، كان دي فترة الساوند كلاود. فسمعت المان اللي هو ايه ده مان يعني كل حاجة بقى production wise كتابة كل حاجة. دي في سنة كام دي؟ ده في 2017. حلو. 17 اه. بعد كده دخلت بعت له على ماسنجر، كنت ساعتها بس اللي هو معتبر نفسي اللي هو بكتب بيني وبين نفسي كده وبروديوسر. حلو. كنت عايز اخد رايه في بيت، كنت متوقع ان هو اللي عايش استمر وخلصت على كده. سمع البيت وعجبه. عليك صغير انا برضه حصل معايا نفس. ما لسه كنت عايز اقول له هو مروان ما بيردش على الناس الا في 2017. هو دي كانت السنه دي الويندو. بعد كده قفلنا يا جدعان 2017 يعني عارف اللي ما نحس الاستمارات فاهم. بس فلقيت الكلام جاب كلام وبتاع وبقينا نتكلم سنه في سنه في سنه لحد ما مثلا بقينا في 2018 رجع هو مصر وبتاع بدانا نتقابل اروح للاستوديو ونقعد وكده حلو. بس وبدات العلاقه بينا. اول شغل انت ومروان، اول مره دخلت واشتغلت كانت امتى وفي ايه؟ صعب قوي افتكر لان احنا اشتغلنا كتير. بس ممكن اول حاجه يعني قعدنا اشتغلنا على حاجات كتير، ممكن تكون حاجات مش حاجه يعني ولا تراكي ولا تراكو. ساعات قعدنا اشتغلنا على بيتات، ساعات قعدنا اشتغلنا على تراك هو بيعمله هو ده التراك انا بعمله بقعد معاه هو شغال في التراك وهو بيقعد معايا انا شغال في التراك كده. بس ما يعني ممكن اول بروجكت عملناه سوا كان تقريبا يعني برضه عشان مش متاكد بس تقريبا طلعت حرب. كان تراك انا عملته كان هو مبرود البيت بتاعه وقعدنا سوا وكان معايا في الفتره اللي انا بكتبه فيها وساعدني الصراحه كده كده. وكان معايا في التسجيل بتاع التراك، سجلت عنده تقريبا اول ديمو بعد كده رجعت سجلته عندي. فكان معايا في البروسيس بتاعته يعني كان جنبي فيها يعني. الالبوم الجديد سميناه ايه مبدئيا؟ اسمه مطاحن. المطاحن. حلو. المطاحن ده شارعي طلبيه. هو شارع العمده الشهير بالمطاحن. عشان في شركه المطاحن. حلو. طب ايه السكه اللي في الالبوم؟ السكه اللي في الالبوم هي بقى اللي هو يعني قعدت اتسحلت في كذا حاجه وجربت كذا حاجه وفي الاخر قفشت الحاجه اللي هي انزو اللي هي انزو سيرف اللي هو سكه يعني ممكن اشبهها بتراك هي كده كده مش شبهه 100% يعني مش هي بس شبهها زي تراك فوق لها اللي هو ده بيور انزو 100% فاهم. هو ده انا فاهم وهي هو ده الكلام اللي انا بتكلم فيه، بتكلم عن منطقتي عن اللي بيحصل عن. والمزيكا مين اللي عامل المزيكا انت كله ولا في شويه؟ يعني الاي بي هيبقى مثلا يبقى لا معظمهم مروان يعني مروان ثلاث تراكات مثلا مروان وانا عامل تراكين. حلو. وفيتشر فيتشرز هيبقى معايا عفرت كده كده حلو وهيبقى معايا رع
هيبقى تراك مختلف كده، تراك جامد فشخ يعني صراحه مبسوط بيه يعني. حلو. تراك لا جامد. بالنسبه لانزو، ايه الساحات الثانيه مثلا اللي هي بتشد انزو غير مثلا الساحه المصريه؟ ايه الساحات العربيه الثانيه مثلا اللي بتشد انزو مثلا في المزيكا بتاعتك؟ المغربيه تمام كده كده، التونسيه برده. كان في فتره كنت بسمع راب السعودي قوي. كان في فتره كده اللي هو كله بيدس كله. بالظبط بقى، شيبوبه وكادات وكلاش وكله بيدب ببعض. كنت انا ساعتها مستمتع. كنت مستمتع بقى في القيادات وكلاش وشيبوبه. صح. والمغرب، بالنسبه للمغرب كنت تسمع مين؟ لا المغرب بسمع كل حد يعتبر. كل حد. كل حد. انت مركز دلوقتي مع المغرب اكتر؟ في upcoming artists كتير طالعين الفترة دي، ممكن بقى دول واعين من الفترة دي. بس كده كده يعني اللي هو معظم الارتستس اللي موجودين معروفين المينستريم اللي هم موجودين، تقريبا سمعت لهم كل حاجة يعني inspired فشخ من المغرب اصلا. بحبهم يعني. طب في فرق بين ان انت مثلا تسمع artist مثلا من دولة تانية وغير ان انت مثلا تدخل معاه مثلا في استوديو وتشوفه هو بيشتغل ازاي وبيكتب وبيعمل سيشن؟ انت حصلت الفرصه دي مثلا مع ستورمي سمول اكس وديزي دروس بالنسبه للاستراتيجي اللي بيشتغلوا بيها او الميكانيزم اللي بتحصل في الاستوديو، هي الميكانيزم اللي الله عليك رايق والله. لا ليه نجم، اقسم بالله صار معيش كاميرا تطلع كده والله. نجم عفروت. فبالنسبه للميكانيزم جوه الاستوديو، هل حاسس ان هي نفس الميكانيزم او بيشتغلوا بنفس الطريقه ولا في فرق بين الطريقه اللي انتم بتشتغلوا بيها والطريقه اللي بيشتغلوا بيها هم؟ هو كده كده كل ارتست بيبقى ليه اللي هو الفورمه بتاع اللي هو الفورمولا بتاعته الطبخه كده اللي هو بيخش عليها بشكل معين. بس في اللي بيتوب لاين بعد كده بيكتب، وفي اللي بيكتب على المايك، وفي اللي بس بحس في المغرب بيبقى يعني كده كده، عشان انا برضو مش ببقى فاهم الكلام 100% فبقاش قادر احدد. بس بحس التركيز اكتر في اللي هو ميلودي، الحان، ستراكشر اغاني، ان انت تبقى حاجه اللي جديده على ودنك. بالظبط بالظبط. اير كاندي كده افكتس يعني. طب لو اقول لك مثلا اديني توب 3 في المغرب. صعبه. فايف. طيب يلا صعبة. ايش يبي خمس تراكات؟ يلا ديني خمسة رابرز مثلا من المغرب انت بتحب تسمع. هقول لك ماشي. ممكن ستورمي كده كده، سمول اكس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده كده ستورمي، سمول اكس، ستورمي راشد دايما. مفيش خلاص. ستورمي ستورمي سمول اكس ماد قوي. يس. مين تاني مثلا؟ توتو كده 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 كده. بحاول افتكر حد. شوبي الصراحه برضو كنت اللي هو اتسحلت معاه فتره، خصوصا الفتره بتاعت شايفين دي. طب حلو. تونس. تونس. تونس في رابر اسمه توتو وفي ديدي حبيبي. لا عسل. وفي انا كنت عامل الفيتشر هو وديزي توسكيني. انت اللي وصلتهم بعد؟ ايوه. لا جامد. وعملت مع مين تاني؟ وعملت هو وعبد الله تريل. انا عملت دي شفتها. دي لا كانت جامده. غير توتو مين تاني بقى جابك؟ سماره طبعا. وفي جنجون. حبايبي الناس دي كلها. اخويا ليونيو. جنجونتي. مين تاني؟ سانفره. ممكن دي الاسامي اللي انا فاكرها دلوقتي يعني. تمام. اللي هو لو قلبت في سبوتيفاي عندي هتلاقي اللي هو اسامي اكتر من كده بكتير. حلو. الصيف طيب، ايه اللي جاهز للصيف بقى؟ الصيف بص ما اقدرش اقول لك على حاجه. الصيف طرش. كده كده ده اللي احنا متاكدين منه. هنطرش ايه بالظبط لسه ما يعني ما اقدرش برضه اقول لك اللي هو ايه، بس طرش موجود وهنطرش على الناس والناس هتطرش وكله هيتبسط وكله موجود. الله عليك انت. بالنسبه للفيتشر بره مصر، هل هنشوف فيتشرز بره مصر؟ ان شاء الله يعني لسه ما فيش حاجه متظبطه، بس كده اكيد هيبقى باشا في باشا مظبط. يا باشا الله عليك، كنا معانا كوافي خلصانه. كده كده. طب انت لو مثلا لو عايز تركز مثلا تعمل فيتشر
اكتر دوله مثلا حاسس ان انت ممكن تعمل منها فيتشر ايه؟ المغرب كده. كان المغرب وتونس دول اكتر دولتين حاسس ان ممكن اتكلم فيهم. حابب تقول ايه للناس مبدئيا؟ لازم تدي وعد هنا للجمهور بتاعك. السنه دي كم تراك معانا؟ بس انا اصلا خمسه شيل خمسه كده احنا تمام. اساسا كنت عامل لكم 12 تراك يعني السنه دي بس 15 الحمد لله. لا 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 ده يبقى اكتر. اكتر ان شاء الله 15 ده يا باشا. الكلام ده متسجل والله. لا يتحقق والله الكلام ده متسجل. انت فكرك ان انا مش قده؟ لا عيب عليك. عيب عليك. لا 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 مروان قال يعني كام تراك معاك؟ يعني مثلا يعني ان شاء الله كده كده اللي هو الام مش هيقل عن 15 وممكن عادي نخش في 20 تراك. ممكن عادي يبقى في يعني ما نعرفش بس عفروتو. متاكد يبقى كتير. عفروتو مروان بيوعد الناس بيقول لهم ان انا السنه دي مش اقل من 20 تراك. قول لي ده هات الناس بس بيحطهم في امر واقع. كام انت قلت كام؟ 20 قال 20 يا جدعان. 20 اه هو في 5 في 5 في 15 هنايا يا جدعان. عشان مدى الراجل ده بيعمل تراك في ساعه ربع بس. خلصت. السلام عليكم. خلصت كلام. خلصت اتفقنا. الناس دي خلي بالك لو خلفت في عقودها مشكله على الكاميرا. انا مسجل كل ده متسجل. كل ده متسجل وفي قواضي هتترفع وفي محامين كله هناك. هناك عندك حكم عسكري. لا حبيبي انا مبسوط ان انت معايا. انا اتبسطت بجد والله واتمنى اشوفك في السيزون الجاي يا باشا. كده كده يا رب الصيف ده طرش مول زي ما طرش مول. هجيلك طلبيه بقى. يلا يا باشا تنورني مستنيينك. كريم انزو